اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. حلقه بقى النهارده كده جايبين فيها فيديو كده عن ماتش المغرب والبرازيل اللي فات اللي تقريبا كده كان من حوالي شهرين والمنتخب المغربي كسب فيه 2-1. بس الفيديو ده بقى بالظبط فيه ايه يا معلم؟ تيكي تاكا لاعبين المغرب على منتخب البرازيل. متخيل انا بقول لك ايه بالظبط؟ تخيل منتخب مغربي بيعمل تيكي تاكا على البرازيل ويكسب كمان 2-1. دي بصراحه حاجه عظيمه جدا. يعني بقى نتفرج على الفيديو مع بعضينا. بس كان بقى نبتدي ما تنساش تعمل لايك. يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع. طب لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا. ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا يلا عم تعال نشوف بقى كده في البدايه. يمكن اول جمله هتلعب ما بين عز الدين قناحي وزياش وتقريبا اشرف حكيمي. يا عيني 1 2 3. لا الجمله جميله. بص زياش بعد كده ففي انسجام عامله بصراحه وليد الركراكي للاعبين. طبعا هنا ايه نايف اجرد مع عز الدين مع سايس بعدها تغيير من رومان سايس لبوفال. جملة في حد ذاتها جميلة. يا عيني الهدوء والثقة في النفس. طبعا وليد الركراكي الله اكبر عليه. تغيير الملعب يمين وشمال بمرجح اللعب كويس. اللعبة بتقرب من بعض. حتى الحاجة كويسة برضو الخروج بالكورة. واخد بالك؟ طبعا بقى معايا في الفيديو لايك سبسكرايب شير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. انا عايز بس اوريك حاجه. ده خروج بكوره قدام منتخب بحجم البرازيل. منتخب كان مرشح اول للفوز بكاس العالم اللي فات وسبحان الله منتخب مغربي وصل نص نهائي. بصراحه كانوا رجاله في الملعب. كان الله اكبر عليهم بجد. يعني سونوسير مزراوي خروج بكوره. بص برضه انا عايز برضه اوضح لك حاجه. اللعيبه كلها قريبه من بعض. المنظومه كلها قريبين من بعض. مفيش مسافات بعيده ما بين لاعب ولاعب. بص عز الدين عاقل خروج بالكره بحجم منتخب زي البرازيل دي حاجه الله اكبر بجد. عز الدين اشرف حكيمي حكيم زياش ثلاثيه الله اكبر عليهم بجد. الله لا 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 يا عيني يا عيني. واخد بالك كمان بلال الخنوس لعيب صغير وعنده ثقه كده. تخيل ده منتخب المغرب. لا 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 بجد حاجه جميله. برضه عايز اقول لك على حاجه ثانيه. المنظومه الدفاعيه اللي عاملها وليد الركراكي منظومه عالميه بجد. خصوصا مع الروح اللاعبين بتوع شمال افريقيا زي منتخب المغرب يبقى عندنا روح كده وجرينتا مش عاديه. طبعا منظومه دفاعيه قويه مع روح مع قوه بدنيه قويه جدا. بالتالي استحق ان اوصل نص نهائي كاس عالم. ده غير كده المهارات الفرديه اللي عندي فنيات. غير كده كمان الخطوط متقاربه مع بعض وكمنظومه انا استحق اوصل نص نهائي كاس عالم واكسب برازيل معلش واكسب اسبانيا وبرتغال واكسب بلجيكا واكسب كندا طبيعي واخسر من فرنسا 2-1 بظلم تحكيمي. بص دي كره الكنترول وبص بوفال يا جدعان. استغل الملعب. بص بجمع لعب في مكان واعمل كره عكسيه تغيير ملعب لحد زي سفيان بوفال يستغل فرديات يجيب جون. نفس الموضوع الناحيه الثانيه. طبعا دي كره كارثيه من ياسين بونو بس صلحها. هناك بلال الخنوس سفيان بوفال ومعاهم اسمه ده مزراوي. ثلاثيات جميله. عز الدين قناحي حكيم زياش اشرف حكيمي. في طبعا الغول اللي بيربط ما بين الثلاث جبهات الجبهتين دول بالظبط اكيد طبعا سفيان مرابط. على بص برضو الضغط اللي بيعملوه اللعيبه 2-3 وهنا بص الكره سفيان بوفال كره الجون. تخيل الكره ده طلعت منين؟ والانسجام والتفاهم الله اكبر بجد الله اكبر عليهم. يعني ان شاء الله برضو يشرفونا في كاس العالم اللي جاي ونشوف كل المنتخبات العربيه الافريقيه تكسر الدنيا. هجوم جميل استلام بدوران بهدوء بعقل. بوفال لعيب عالمي بجد لعيبه بجد من احسن المراوغين اللي انا شفتهم في حياتي في حياتي بجد. ارقص يا باشا ارقص حقك. عن الجمهور المغربي مسانده دايما
في عز الدين. لا 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 قدام رودريجو. انا بفرج حاجه بس ده كده تيجي طاقه وخروج بالكوره ومنظومه لعب. مفيش تطفيش، مفيش حد بيشيل اي حاجه وخلاص، الكوره ما بتخرجش هباء. بص بص واخد بالك من جوه الجمل فين؟ واخد بالك انت جوه 18 بعمل جمل تكتيكيه على منتخب برازيل. كان جون يا جماعه، الكوره دي كان جون عالمي. سفيان مرابط، ده بقى الحته اللي بقول لك عليها اللي بيربط ما بين الجناحين سواء الجناح اليمين او الجناح الشمال. فلا بجد عز عز اه يا عز الدين. الله اكبر عليهم بجد، ثلاثيه عز الدين وناحي وحكيمي وحكيم زياش. لا لا عالميه بجد، عالميه بجد. رخر انا قلت لك دمروا اسبانيا ودمروا منتخبات كبيره يا جدعان. الانسجام والتفاهم ما بينهم هم الثلاثه غريب غريب. الله اكبر عليهم بجد. يا بص سفيان بوفال بيشوط الهوا هنا ليه؟ كل الجون اساسها يعني الجمله كلها جميله، لو اتختمت بجون كان جون عالمي. كان دي اسوء حاجه بصراحه في سفيان بوفال، حته الفينش بتاعه. طبعا مفيش لعيبه متكامله يعني بعيدا يعني عن ميسي ورونالدو والناس اللي مالناش دعوه بيهم دول. ده الخنوز برضه حكيمي. طبعا يا جماعه اكتبوا لنا تحت في كده في الكومنتات الفيديو الجاي عايزينه عن ايه بالظبط، اكتر فيديو ياخد لايكات وان شاء الله هنعمل عنه فيديو كويس باذن الله. سفيان مرابط حلقة وصل كده في الخروج بكرة هو وعز الدين. يا ولد يا عيني يا عيني يا عيني. لا 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 جمل مش طبيعية بجد، جمل جميلة. أنا إزاي ما خدتش بالي من الكورة دي كلها ساعة ما كنت بتفرج على الماتش يعني. إزاي؟ فال ما يتسابش واحد على واحد ابدا. بص الجمل جميله، خطوط متقاربه ودي حاجه جميله قوي بجد. وبيدر كراكي بس ما شاء الله بجد عليه يعني، ذكي 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 جدا. محل لعيبه برضو من احسن اللاعبين في العالم. انت بتتكلم في اشرف حكيمي احسن ظهير ايمن في العالم، حكيم زياش، عز الدين قناحي، بتتكلم سفيان بوفال مراوغ عالمي، يوسف النصيري من احسن الهدافين في الدوري الاسباني، معايا ياسين بونو من احسن حراس في العالم. انت بتتكلم في فرقه سفيان مرابط من احسن لاعبين الارتكاز في العالم ككل. الاكبر عليه. بص عز الدين ده لو يظبط على الجون شويه هيبقى حته ثانيه، هيبقى في حته ثانيه بجد يعني. عشان سنه لسه صغير بس برضه بلال الخنوس كان عامل ماتش حلو. اوه يا عين يا سايس، يا عين يا غانم يا سايس. طبعا نايف اكرد مش محتاج اتكلم يعني، وست هام دوري انجليزي، التحامات وخناقات، وست هام اصلا بتلعب كوره غريبه. تغيير الملعب خدت بالك؟ واشرف داري ولا مش فاكر اسمه ايه تقريبا بتاع منتخب بتاع الوداد. انا عايز بس اقول لك على حاجه في كره الجون بتاع سفيان بوفال، لسه واخد بالي حالا دلوقتي منها. حته الاستلام بدوران اللي حصل ده كان على واحد من اعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ الكوره في مركز الارتكاز كاسيميرو. تخيل انا بعمل استلام بدوران وبجيب جول وفي ظهري كاسيميرو. يا جماعه انت عارف يعني ايه كاسيميرو؟ لو حد بجد واعي الكوره عارف يعني ايه كاسيميرو حرفيا. لا 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 الله اكبر بجد. يا عيني
يا عيني يا عيني يا عيني. منتخب المغرب الله اكبر عليه بجد، الله اكبر عليه بجد، الله اكبر عليه بجد. صبيري عبد حميد، عبد حميد يا عبد حميد يا عبد حميد يا عاقل. عامه الكره كلها اصلا هجمه مرتده جميله، مش فاهم ازاي ما خلصتش الجون، بس خلصت الثاني يعني. منتخب المغرب قطعها اشرف داري، عمل عرضيه جميله، صبيري لقاها كده وشدرها قدامه. شوت يا باشا، البس البس، خدها من جوه. بس محمد صبيري كان جاب جون عالمي بجد في كورتوا، يعني ما اقولكش جون عالمي في منتخب بلجيكا. وليد الاخراقي، خلص يا جماعه تقريبا الفيديو، خلص اكتبوا لنا طبعا رايكم تحت في الكومنتات. بس ما لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناه زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.